الانشطه الوهميه. يعني ايه نشاط وهمي؟ زي ما احنا اتفقنا ان احنا قلنا ان النشاط بيبدا من نقطه بسميها ستارت ايفنت، وبينتهي في نقطه او نود بسميه فينيش ايفنت، تمام؟ والمفروض ان هو كل نشاط عندي بيبقى ليه نقطه مختلفه سواء في الستارت او الفينيش عن باقي الانشطه. ساعات بيتكرر وبيحصل خطا ما، بيقول لك ان النشاط بيوصف نشاط بنفس الارقام، تمام؟ او ساعات بيحصل ان في شروط زايده عندي انا ببقى عايزه اتخلص منها مش مكتوبه في التخطيط، فبلجا ليه حاجه اسمها الانشطه الوهميه. الانشطه الوهميه ده هو نشاط لا ليه زمن، ملوش زمن، وما بيدخلش فيه تكلفه او ميزانيه المشروع، لكن انا بستخدمه عشان اعالج بيه المشاكل والعيوب اللي احنا قلنا عليها. زي مثال زي كده، بقول ان في عندي مشروع بيتكون من اربع انشطه A و B و C و D. بقول النشاط A و B ما لهمش انشطه يعتمدوا عليها، كل نشاط بيبدا مع نفسه ملوش نشطه قبله يعتمد عليها. النشاط C بيعتمد على النشاط A، والنشاط D بيعتمد على كل من نشاط A و B. هاجي في الرسمه الاولى اللي على اليمين، بسلت النشاط A ب 10 ل 30، ونسلت النشاط C من 30 ل 60 على اساس النشاط C بيعتمد على A زي ما هو قايل لي في المعطيات، تمام؟ جيت بقى انا مثل النشاط B، نشاط B بقى ملوش دعوه بالعلاقه بالنشاط A، تمام؟ ببدا نشاط B مثلا من 20 ل 40، تمام؟ النشاط دي من 40 ل 50، تمام؟ بس هنا ان دي في العلاقه اللي انا رسمها دي بقول ان دي بيعتمد على البي فقط، لكن انا هو في المعطيات اللي مديها لي بيقول ان دي بتعتمد على الاثنين الاي والبي. طب احلها ازاي؟ لو جينا نشوف الحل اللي في النص، لو انا جيت حطيت الدايره بتاعتي في النص ودخلت عليها الاي والبي، تمام؟ وطلعت منها الدي، غصب عني لازم هطلع السي منها، يبقى كده انا حققت شرط وخالفت شرط تاني. هقعد الشرط ان الدي بتعتمد على الاي والبي، لكن خالفت شرط السي لان السي من الشكل ده بيعتمد برده على الاي والبي، وهو في نفس الوقت هو مديني السي بيعتمد على الاي فقط. فبالتالي بلجا بقى للرسمه الثالثه عندي اللي هو النشاط الوهمي. النشاط الوهمي زي ما بمثلته في الحاله الاولانيه، في الحاله الاولانيه هرجع للرسمه الاولانيه تاني بتاعتي، بقول ان الاي من 10 ل 30 والسي من 30 ل 60، كده السي بيعتمد على الاي زي ما هو مديهولي. اجي في الحاله الثانيه، طب الدي اعملها ازاي؟ بعمل دايره او بعمل سهم من ال 30 لل 40 وبسميه دي واحد، اللي هو ده دي سمول واحد، هو ده النشاط الوهمي بتاعي، بحيث ان انا لما اشوف الرسمه بتاعتي او التخطيط بتاعي بقول اه ان الدي بيعتمد على الاي وعلى البي. لما بينتهي الاي بينتهي البي بيبدا النشاط دي. برضه نفس الكلام زي ما احنا قلنا ان الانشطه الوهميه بتعالج مشكله الترقيم. انا عندي عنصرين راح نديهم نفس الرقم، يعني عندي الاي والبي في الرسمه اللي من تحت دي بادئين من 10 ومنتهين هما الاثنين عندي 30، فالاي زي البي، ايه الفرق بينهم؟ مفيش فرق، لان هما ليهم نفس التوصيف اللي هو على الشبكه نفس الارقام، تمام؟ فعشان اعالج المشكله دي بقول ايه؟ ببدا من 10 واعمل نشاط وهمي اللي هو دي واحد، واوصل لرقم ثاني اللي هو يكون رقم 20، فبالتالي كده انا فصلت بين الرقمين او النشاطين بتوعي، بقول ان الاي محصوره بين ال10 وال30 والبي محصوره بين ال20 وال30، بكده انا حليت مشكله الخطا في الترقيم. وفي برضو بستخدم الانشطه الوهميه برضو في تجميع بدايه ونهايه المشروع، يعني بعد ما اعمل البدايات كلها، لا بعمل بدايه ونهايه المشروع، بقول ان بدايه المشروع مثلا بتبدا ب نشاط وهمي وليكن دي واحد، والمشروع بينتهي بنشاط وهمي وليكن دي ثلاثة، وبكده بحصل المجموعة بتاعتي أو بحصل الشبكة بتاعتي للمشروع كله سواء تجميع البداية والنهاية بتاعة المشروع. وكده يكون خلصنا الجزء الأول من طريقة الأسهم، وإن شاء الله المحاضرة الجاية هنشوف بقى تطبيق عملي على مشروع، إزاي أقدر إن أنا أحدد الأنشطة بتاعتي وأمشي الخطوات بتاعتي وأرسم بالأسهم بتاعتي، وهنشوف إزاي نطبق الاعتمادية ونشيل الشروط الزايدة والكلام ده كله اللي إحنا إتكلمنا عنه في المحاضرة دي. أشوفكم على خير إن شاء الله في المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay.